فما التساؤلات قاعده تجي وقاعده تكثر، دونك سؤال يجينا من عند اختنا شيماء. شيماء اللي تقول مرحبا بك على الشابية في سوسه، مرحبا بك برشا وتعجبني برشا وتعجبني صراحتك، لكن اليوم شنو هي طبيعه علاقتك بسامي الفاري؟ معناها نحسوا كانك ساعات ممكن تتخبى، نحب نسالك. لا والله لا، سامي شوف، فما سامي هذاك سعار خويا، ميرسي شيماء بن هادي، خويا وصديقي وعلاقتي به معناتها اكثر، نعتبر من معناتها من اصدقاء المقربين اللي نحس عليه كيما 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 خويا معناتها، فهمت؟ دونك متحير عليه برشا الحق نتاع ربي، متحير عليه دونك سونس، معناتها الرجل عنده 10 سنين، يعني طولت الحكايه برشا، عنده 10 سنين ولم يحكى وما تحكمش في حتى قضيه. يا سيدي احنا مع القضاء العادل، احكموا عليه، كانوا مذنب يشد الحبس، وكان مش مذنب سيبوا الرجل. الى حد الان المتهم بريء حتى تثبت الادانه، والادانه لم تثبت الى غايه، ما اثبتش ادانته الى حد الان.